مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. شخباركم؟ شكرا لللايكات والقلوب والكلام الجميل. ما زلنا نتكلم عن الخيانة والغواية وأسرار الرجل، والشهر عندنا سبايسي، وأعتقد يعني خذنا كم حلقة عن أسرار الرجل، فأعتقد يمكن نحتاج إن شوية ندخل على الخيانة، نتكلم عن هذه الزاوية، نناقشها، نعمقها، نقلبها، نشوف وين وصلنا في 2020 في الخيانات. راح أتكلم اليوم عن لماذا يخون الرجل. ليش ما تحطين فرشة عشان الصدى؟ والله يعني ما تتخيلين قديش يعني محلات رحت لها أبغى ناس تجي تأثث، أبغى ناس تجي تفرش لي المكان. زحمة زحمة ما شاء الله تبارك الله، زحمة والتجار مو ملحقين. الله يبارك لهم. فما لنا نتحمل الصدى. الحمد لله يعني أنا جربت الفقر وجربت الثراء وجربت النص، جربت كل المستويات، ف يعني نفسي طيبة مع لو قعدت في مكان بسيط، ولا لو قعدت في 5 نجوم، ولا لو قعدت في مكان متوسط. صحيح إذا عندي الخيارات بختار لنفسي 5 نجوم، لكن إذا الأمور هذا الموجود بحاول أخذ قسط اليوم. إيه خلوني أجرب. ما أعرف عن الاتصال إيش بيكون، بس نجرب نحاول، بس نبغى نلتزم بموضوعنا. راح أتكلم عن لماذا يخون الرجل، وأذكركم عندنا 3 كورسات لهذا الشهر، اللي هو كورس ملف الخيانة وفن الغواية بالإشراك مع الدكتورة فوزية دريع. صراحة في كثير موضوعات ثقيلة داخل الكورس، وصعب كثير، إن حتى صعب إني أسمعكم يعني بعض الأجزاء. تعرفون الدكتورة فوزية يعني عندها كثير سبايسي، أشياء سبايسي. وعندنا أيضا الكورس الثالث اللي هو الحياة السرية للرجل. تقدرين تأخذينهم كلهم مع بعض في باكج يعني خاص فيهم ومخفض، أو تقدرين تأخذين الكورس اللي يناسبك. تبغى نبيك تتكلمي معنا وغدست. واحد من الأصدقاء أرسل لي، أبغى أعلق على هالرسالة قبل ما أبدأ. أرسل لي رسالة على مقولة لغازي القصيبي. يقول غازي لا بد أن تكون للرجل أسرار. عندما يصبح الرجل كتابا مفتوحا فإنه ينتهي. وبصراحة أنا يعني ما أول مرة أقرأ هذه المقولة، وكثير لفتت انتباهي، كثير عجبتني. وهذا نضج من غازي. بس طبعا غازي شاعر، وغازي يعني خبراته مش زي خبرات أي رجل، يعني عنده مشاعر عميقة، ويعني استطاع أن يوصل شعوره لكثير من الناس، خصوصا في وقت مرضه وقبل وفاته. فكلامه أن الرجل لديه أسرار، وعندما إذا فتحها وإذا أعطاها ينتهي، يقصد أنه هو السر في بقاء الرجل سر. وإذا انكسر هذا الموضوع فإنه ينتهي الرجل، لأن فكرة الرجولة تنكسر، فكرة كثير من الأشياء المراكمة حول هذه القصة تنكسر. لماذا يخون الرجل؟ طبعا ممكن بعض الناس تزعل مني for sure يعني، وإتس أوكي، لانه كذا يعني في هذه الطبيعه في العالم العربي، انه الناس تزعل عشان وجهه نظرك كذا، يعني
ما أدري شلون تفسرها بس كذا يعني أنت وجهة نظرك يعني الأخضر لون الأخضر جميل. أنا أخذ منك موقف، أنا أسوي لكم فولو، أنا أزعل عليك، أنا أسوي لك كومنت وأجلدك كذا يعني كذا تمشي الحياة، هذه طريقة الحياة في العالم العربي وإتس أوكي يعني بالنسبة لي أنا يعني أعرف هذا الشيء ويعني متقبل هذا الشيء. والمشكلة إنه المشكلة المركبة أيضا في العالم إنه عندنا إنه كثير من الناس يعيشون حالة اللاوعي، فبالتالي هم مو بس ما يبغونك يعني تقول شيء يعني يعني ما عجبهم بيزعلون، لا هو مرات انت لو قلت الحقيقة وعلمتها بصوت عالي يزعلون بعد، يعني لو قلت الحقيقة وتكلمت عنها بصوت عالي يزعلون يعني يحبون، في ناس يحبون انه البقية يصيرون ما يدرون، البقية يكونون ما عندهم سالفة، البقية يكونون مغيبين، فيصير في توتر يعني انه في معلومة وصلت للمرأة الرجل يزعل ما يبغاها توصل حتى لو كانت حقيقية، يزعل انه المرأة يعني وصلت، او مثلا النساء يزعلون انه انا قلت كلام للرجل يعني طلعنا سر كذا من اسرار المرأة، تزعل المرأة ولا ما المفروض ان نقول هذا والرجال يعني يعرفون وكذا. فموضوع الخيانة من أكثر الموضوعات اللي فيه زعل طول الوقت، طول الوقت يعني الناس تزعل على وجهة نظر شخص آخر تجاه الخيانة طول الوقت. يعني هذا الموضوع يا جماعة سبايسي من آلاف السنين، عيه يطفى مع أنه موضوع بايخ، عيه يطفى، يعني أهم من السياسة، أهم من الحرب، أهم من من المال، أهم من النجاح، أهم من كثير مهم كثير، يعني افتحوا الموضوع في أي مكان يعني 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 خلاص في طاقة كبيرة، الموضوع طاقة جبارة يعني ومن آلاف السنين، وهذا الموضوع يعني يطبخ 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 يعني عيه يطفى، عيه يطفى يعني يا جماعة. وظل يعني الموضوع له حضور يعني أي أحد يتكلم عن الخيانة في ناس بتهتم وتسمع الموضوع، فتستغرب يعني تقول طيب يعني ما أنتم عارفين في خيانة، ما أنتم عارفين هذه الحقيقة موجودة ومكررة وتتكرر طوال الوقت لا. ولما تصير حالة الخيانة سواء خيانة رجل أو خيانة امرأة ما تدرون خانها واو، يعني ينزل الخبر زي الصاعقة، زي انه اخر شيء كنا نتوقع الخيانة، كأنها اخر حدث متوقع في الحياة، مع انه طول الوقت قاعد يصير 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 بكثرة جدا، اخر شيء يتوقع خانة، يا الله معقول، ماني مصدق ماني مصدقة، والموضوع يعني يصير طوال الوقت. يمكن شفتوا قبل فترة لما ويل سميث طلع وتتكلم عن خيانة زوجته، لا كثير الناس انصدموا وكذا، ويعني استغربوا انه الموضوع هذا طلع، واستغربوا انه ليش صار هذا، ليش طلع هذا الكلام، وليش ديانا إلى الحين الناس يعني كل شوي الناس يقول هذه المرأة الجميلة خانها هذا الرجل، ديانا يعني أنت وين وديانا وين، ديانا خانت، ويعيدون للتون يعجلون في نفس القصة. فاللي صار إنه كثير من الناس انصدمت إنه هو طلع الخبر على السطح وتكلم عن الموضوع الخيانة، خيانة زوجته له، وبعدها يعني صاروا حبايب وراحوا وسافروا وقضوا شهر عسل جديد وكذا. والناس نفس الشيء مع انهم زوجين طلعوا وقالوا القصه وخلصوا الموضوع، الناس نفس الشيء واو خانته، ليش 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 هو يعني مشى الموضوع، ليش عدى الموضوع، ليش سكت، ليش ما سكت، والناس مو قادره تستوعب انه
طوال الوقت هذه القصة قاعدة تصير، طوال الوقت هذه القصة قاعدة تتكرر. بس يعارضون فكرة تقبل إنها موجودة وإنها مكررة كثير. خلونا نبدأ من نقطة الصفر. إحنا أنا أشوف إنه إحنا عندنا جانب حيواني وجانب يعني جانب كذا يعني زي ما نقول جدا قريب للأرض وجانب يعني جدا ملائكي وقريب للسماء. الجانب الحيواني اللي هو نشترك فيه مع الحيوانات، ناكل نشرب نروح الدورة المياه وانتم كرامة نتزاوج، هذا الجانب الحيواني عندنا. والجانب الملائكة أو الجانب العالي الخير اللي موجود فينا، العقل النور الحب، كثير أشياء برضو موجودة في هذا الجانب. لذلك لما مثلا تسأل شخص تقول هو ليش يأكل، لأنه هو عنده هذا السايد الحيواني، لأنه إحنا نحتاج ناكل عشان نعيش، إحنا يعني قاعدين في هذا الأرض يعني لازم ناكل، بفطرتنا ناكل نشرب نروح الحمام نتزوج، هذا كذا بالفطرة يعني بالسايد الحيواني حقنا نوارث هذه الأشياء. فأنا أشوف إنه الخيانة أو خلنا نقول التزاوج أو خلنا نقول رغبة الجنس بجنس آخر هذا هو الطبيعي، هذا هو الأساس. وبعدين يجيك السايد الملائكي أو الجانب الآخر اللي يفلتر هذا الشيء، زي مثلا يقول لا ما تأكل الأكل هذا لأنه ما ذبح بطريقة صحيحة أو جيدة، أو ما تأكل الأكل هذا لأنه حيواني بالنسبة للأشخاص النباتيين، أو ما تأكل أو ما تشرب مثلا الواين لأنه راح يأثر على قدراتك العقلية وعلى حكمك وعلى طريقة تصرفك، أو ما تأكل كذا أو ما تشرب كذا. فالأساس السايد الحيواني إن عادي بيشرب عادي بيأكل عادي بيتجاوز بيتزاوج بينجذب للجنس الآخر، لكن السايد الثاني هو اللي يجي يسوي شوية الكنترول ويجي يسوي الترتيبات ويرقى شوية بالسايد الحيواني عشان يحطه بالنص، يصير يعني لا هو ملك ولا هو حيوان، يصير إنسان، يصير يعني عنده هذا عنده زي ما نقول هذه الأشياء الحيوانية لكن مرقيها شوي، مرتبها، مضبطها، مفلترها، معدلها. تقولك أنا رأيي أكبر حيوان. عموما أنا ما أنا حاليا أتكلم عننا كلنا رجالا ونساء، إنه الجانب الغريزي هذا موجود عند الإنسان بالفطرة، موجود عند الإنسان بالفطرة، وهذا هو الإنسان المفطور بشكل طبيعي. لما يكون عندنا السايد الثاني يشتغل صح يقدر يضبط الأمور بطريقة صحيحة. فهمت الفكرة؟ يعني ما يحتاج إني أقول والله عندي شخص مريض نفسي لذلك هو خائن، عندي شخص والله عنده أزمة لذلك هو خائن، عندي شخص هو الأساس هذا صحيح، تجي هذه التبعات تاليا. فأنا أشوف إنه بالفطرة كذا يعني بالسايد الحيواني الجميع خوانة، بالفطرة الجميع خوانة رجالا ونساء، لكن السايد الملائكي هذا هو اللي يجي ويفلتر الأمور، يقول أوكي ممكن تسوي هذا الشيء، لا مش ممكن تسوي هذا الشيء. فيجي مثلا عندنا من السايد الملائكي مثلا عندنا الدين اللي ممكن يعطي حدود كيف تتصرف مع المرأة، إيش الحدود اللي تتكلم معها، إيش الحدود اللي توقف عندها، كيف تسوي كذا كيف لا تسوي كذا. أو مثلا القانون، في بعض القوانين مثلا تجرم الخيانة، في بعض القوانين ما تجرم الخيانة، بعض القوانين مثلا تقول لك والله الخيانة ممنوعة ويعاقب عليها بكذا والعقاب كذا. في مثلا برضو من السايد الملائكي اللي هي الأعراف مثلا الاجتماعية اللي تعارفوا عليها الناس انهم ينضبطون بهذه الطريقه او يتفقون بهذه الطريقه لاتفاقات، فيتفقون انه مثلا هذا لهذا وكذا لكذا. يعني مثلا الان في بعض الدول ما عندها قانون للخيانه
ولا يحكمها دين، ولا يحكمها دين، لكن هم كأشخاص يتفقون، يعني مثلا رجل وامرأة يتفقون انهم هم لبعضهم، وانهم هم ما راح يمارسون هذا الدور اللي هي الخيانة مع طرف آخر أو مع طرف ثالث. فبالتالي هذا زي ما نقول جانب أو سايد العقلاني أو جانب ملائكي، اللي هو الاتفاقات، إننا نلتزم بالاتفاقات اللي اتفقنا عليها. لذلك ممكن نسمع كثير من الأسباب، نتعب وحنا نسمع كثير من الأسباب اللي قد تكون جسدية، قد تكون مادية، قد تكون مشاعرية، قد تكون فكرية، كثير أشياء نسمعها إنه هذا الرجل خان لهذا السبب وهذا الرجل خان لهذا السبب، ولا أنا أستبعدها، لكني أنا أقول لك الأساس إنه إحنا خوانة، الأساس إنه إحنا خوانة، اللي بيزعل يزعل، الأساس إنه إحنا خوانة، لكن عندنا أشياء قاعدة تهذب هذه الفطرة وتطورها. في أشخاص يأخذون بهذا التهذيب وهذا التطوير، في أشخاص لا يأخذون بهذا التهذيب ولا يأخذون بهذا التطوير. طيب، في أشياء أهم من الخيانة. تقول كل البنات في الشارع جميلات ومتوفرات، يقدر ينقي بكل سهولة، فكيف ما يخون؟ بالضبط، انا الان انت الان تتكلم عن السايد الفطره اللي موجوده عند اي انسان، بالسايد الحيواني بدون ما احنا نفلترها ونضبطها. فعند سيدات جميلات موجودات في الشارع، يعني بين قوسين كانك تقولي متاحات، وهو يعني يبحث عن صيده، ايش اللي ليش ما يخون؟ صح، هذا السايد. انا اقول لك السايد الثاني يقول ليش ما يخون؟ لانه في شيء يخليه ما يخون، قد يكون معتقد ديني، قد يكون اتفاق، قد يكون عقد أخلاقي، قد يكون قانون، قد يكون كذا، قد يكون كذا. في ناس ما عندهم هذه الأشياء؟ نعم، في ناس ما عندهم هذه الأشياء. كيف أتخلص من جلد الذات بعد الخيانة؟ أنا ما أعرف أنت رجل أو امرأة، خلنا نفترض أنه أنت خنت وبعد الخيانة شعرت بالألم أو شعرت بالذنب أو شعرت بالتأنيب، وبدأت تجلد نفسك أنه أنت خائن، أنت خائن، أنت خائن، و و و و وتألمت من هذا الجلد زي ما نقول، والآن أنت تبغى تتحرر من هذا الشعور اللي انت حطيت نفسك فيه. انا دائما اقول وابغى اكررها طوال الوقت، يمكن يوم من الايام يسمعها شخص ما سمعها مني، لا تسوي شيء بتحس بعد بتأنيب ضمير، ارجوك ارجوك. انا اعطيك يعني هذه الكلمه يا جماعه من القواعد، من شفرات السعاده في الحياه، من شفرات السعاده في الحياه لمن يفهم. لا تسوي شيء تشعر بعده بتأنيب ضمير، لا تسوي أي شيء راح يشعرك بعدها بأنك غلطان، أنك تأنب نفسك، تشعر تأنيب ضمير، لا تسوي، تراجع، هون، ميخالف، حتى لو حساب على حساب نفسك على فكرة، لأنه ما في شيء أسوأ من التأنيب، ما في شيء أسوأ من هالمشاعر المزعجة المؤلمة اللي ما هو أحد من برا، أنت من الداخل كأن معك صوت وتجلد نفسك كل يوم، جلد 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 جلد. لذلك حطها قاعدة في حياتك، لا تسوي شيء راح تشعر بعده بتأنيب ضمير. خلاص أصير أنا دايم مرتاح، مرتاح ضميري، مرتاح، ما عندي جلد داخلي، دايم شعوري طيب تجاه نفسي، ما عندي ألم تجاه نفسي، ما أقعد كذا وأجلد وأجلد، لا خلاص حر كذا. هذا شيء أساسي. الشيء الثاني، أنت تحتاج أنك تقيس الموضوع إلى أي درجة هو أساء للطرف الآخر. يعني مثلا هل محتاج أنك تعتذر، تتأسف، تخبر، توضح بعض النقاط للطرف الآخر، ولا خلنا نقول الموضوع انتهى وما حد درى عنه وكذا، بس هذا شيء بيني وبين نفسي.
هذا بعد لابد نوازنها. مرات احنا محتاجين نعتذر من الطرف الاخر، محتاجين نقول والله اعطني فرصه، محتاجين نقول نتكلم نوضح وجهه نظرنا ليش صار كذا، وش السبب، وش اللي ادى لهذه النتيجه، هل هذه يعني رقم 10 ولا رقم 20 ولا رقم 100. يعني اقصد مرات انت داخل في عقد مع طرف ثاني، مرات محتاج انك انت تقعد على الطاولة وتتكلم مع هذا الطرف، وهذا يخفف من الألم اللي جواتك، يخفف من الشعور انه انا طعنت هذا الشخص من الظهر. يعني مثلا امرأة تقول لك انا كل يوم اصيح لاني احس اني طعنت زوجي وهو ما قصر معي وهو وهو وهو، فتحس انها لا تبغى هي تواجهه وتقول له الكلام. وممكن لو احد قال لها طيب ممكن يزعل، طب ممكن يطلق، طب ممكن يسوي كذا، تقول لك اتس اوكي، اذا طلقني او اذا كذا انا مستعده انا جاهزه. فمرات هذا خلونا ننتبه لها في برمجه العقل اللاواعي، انه مرات احنا ما ينتهي شعورنا بالتأنيب الا لما نعاقب انفسنا، ذاك تحتاج العقاب. مرات خلونا ننتبه لهذه النقطه، مرات برمجتنا في قضيه التأنيب انها لا تنتهي الا بعقاب، فنحن نبحث نظل في الطريق نؤنب نؤنب نؤنب، لما نحصل على عقاب لما نحصل على عقاب نرتاح. لذلك تجدون ترى بعض المجرمين ممكن يروحون يسلمون انفسهم، صح ولا لا؟ بعض المجرمين يروحون يعترفون بجرائمهم، بعض المجرمين يكونون والله اتفقوا مع جروب على جريمه معين بعدين يستسلمون يبطون القربه على قولتهم، وهكذا. فمرات الشخص لما يحس انه هو غلطان يشعر انه هو يستحق العقاب، يستحق انه في احد يعني ياخذ حقه مني. فقد تحتاج بهذه اللحظة انك والله تقول زوجتك اوكي خلها تاخذ حقها بطريقتها، خلها يعني يمكن تقول والله بطلق، يمكن تقول والله انا زعلانة وربيت اهلي كم شهر، يمكن تقول لك والله حول حسابي مليون خلاص حولت حساب مليون رضت. يعني كل انسان عنده طريقته بانه هو كيف يعاقب الطرف الثاني، وكيف الطرف الثاني يتقبل هذا العقاب، وكيف الطرف الثاني يرضى. عقود، كل ناس لها عقودها ولها طريقتها. لما انت توصل لطريقه لهذا او لهذا الحد، لذلك نجد مرات انه من الطرق عشان احنا نخفف من هذا التأنيب او نشيل هذا الذنب اللي احنا تورطنا فيه تجاه انفسنا، ان احنا مثلا ندفع اموال لاحد، او نقوم بعمل خيري، او نقدم خدمه لاحد، وهذه معروفه في كل الاديان تقومها عشان انا اكفر عن الاخطاء اللي انا سويتها. بامكانك ايضا تقوم بعمليه تكفير باي طرق التكفير اللي تعرفها. تقول قست ارد على كلامك، عساس يعني كلامك مره مهم. افتح انستغرام لايف وتكلم، اكتب الرد على سمية الناصر. تقول يعني الخيانه هي فطره ولدنا بها، وفقا لوجهه نظري نعم. أقل وجهة نظري اللي ممكن ما تعجب كثير ناس، نعم. لدي عقدة من الطفولة عن الخيانة الزوجية بسبب المواقف التي مرت علي، كيف أتخلص منها؟ طبعا كثير أشخاص عندهم معتقدات عالقة في أذهانهم، لذلك تسمعون مثلا جملة الرجال خونة، تسمعون مثل هذه الجمل كثير عند السيدات أكثر من الرجال، وهم متورطين في هذا المعتقد، بمعنى انه ما دام هذا المعتقد قاعد يشتغل جواتك، فمعناها زي ما قلت طاقة هذا المعتقد، ذبذبات هذا المعتقد، مشاعر هذا المعتقد راح تجذب لك نتيجة تطابق الداخل. فالخارج ما هو الا اثبات، الكون دائما يثبت لك انه جواتك صح. الكون طوال الوقت راح يثبت لك ان جواتك صح. 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 المعتقد هذا صحيح. الفكرة هذه صحيحة، المفهوم هذا صحيح. فلما يكون عندك هذا الاعتقاد أو الرجال خونة، أو إذا تزوجت واحد بيخوني، أو لازم الكون يحاول يثبت هذا الشيء، يعني لأنه ما يصير، لازم تطابق الداخل مع الخارج. لذلك أنا أنصحك أنك تنظفين هذا من وين جاي، جاي من أمك، جاي من أبوك، جاي من
المسلسلات المعفنة اللي يشوفونها الناس طوال الوقت، جاي من فيلم، جاي من زيجة فاشلة سمعتي عنها وقصة تبنيتيها محتاجة انك تشتغلين عليها وترجعين للماضي وتنظفين هذا الماضي. ما هو الفرق بين خيانة المرأة وخيانة الرجل؟ سؤال جميل. الرجل في الغالب هو خيانته خيانة مادية، خيانة جسدية في الغالب، في الغالب يعني خيانة جسدية. والمرأة في الغالب هي خيانة مشاعرية لأنها تبحث عن المشاعر، بينما الرجل يبحث عن الجسد. ففي الغالب، لكن في استثناءات، في استثناءات يعني ممكن مثلا الرجل يكون عنده عشيقة والله يعني من سنين وهي معاه ويحبها ويخون زوجته معها، فتكون تكون مختلفة لها مشاعرها، لكن هذا الأساس. إذا خانني قبل الزواج كيف أضمنه بعد الزواج؟ مستعدة تسمعيني ولا مو مستعدة تسمعيني؟ إذا خانك قبل الزواج معناها هو سيخونك بعد الزواج، دهن، انتهت القصة، انتهت القصة. يعني ما شقاق على تفكري بالخيارات، يعني خلاص واضح الموضوع، ما يحتاج لنطوع. ما تضمنينك مرة كبيرة كلمة أضمن. كبيرة كبيرة مرة كبيرة على القصة كلمة أضمن، يعني يعني طلبك يعني يعني شبه مستحيل. ما أصلاً الحياة كلها ما فيها ضمانات، فبالك إنك تطلبين ضمان على قصة هشة، قصة هشة جداً. يعني خاين خاين، يعني خلاص خانك أنتي، أنا أقصد خانك أنتي، أنتي الآن وأنتي معاه بعلاقة قاعد يلعب مع واحدة ثانية وهو خطيبك مثلاً، واضح. متى يتوقف الرجل عن الخيانة؟ ما أقدر أقول الجواب، والله ما أقدر، ما أقدر، ما موجود في الكورس، كلش ما أقدر. مرة صعب. هل التعدد حل الخيانة؟ طبعاً خلينا نقول إنه في أصلاً حتى بعض السيدات يعتبرون التعدد خيانة، مع أنه له مسمى يعني في العرف وفي الدين، بس في بعض السيدات تقول لا هذه خيانة حتى ولو هذا أعتبره خاني. ففي بعض السيدات ما تطلع موضوع الخيانة حتى لو كان تعدد. لكن السؤال هل التعدد حل الخيانة؟ ما أعتقد. اللي في رأسه خيانة ما 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 يوقف، تعدد ما يوقف. اللي في رأسه خيانة تعدد ما يوقف. إذا كنت المذنبة في العلاقة والطرف الآخر انسحب، هل أتخلى أم أصر على البقاء ومواجهة أخطائي وإصلاحها؟ خلنا نقول إنه أنت خائنة والطرف الآخر عرف، فبالتالي هذا الرجل انسحب، فأنت تسألين تقولين هل أخليه يعني يمشي، خليه في طريقة، ولا أحاول يعني أنشب في حلقة وأصر على البقاء في هذه العلاقة وأصحح أخطائي وأصلحها؟ أنا ما أدري شلون تصححين أخطائك، لكن يعني أنا أشوف إنه إذا حصل هذا الحدث، خلنا نقول يمكن أنتم تمرون فترة خطبة مثلاً، أنا أشوف إنه يعني التلصيق يعني كثير مزعج، كثير مزعج، يبغى له جهد، يبغى له طاقة. لكن غير لما احنا مثلا نشوف رجل وامرأة متزوجين، عندهم حياة أسرية، عندهم يعني تاريخ، تكون المعطيات غير، تكون يعني لو كان هذا زوجك بقول لك حاولي، لو كان زوجك بقول لك حاولي، بس إذا ما كان زوجك بقول لك اعتبريها رسالة وانتهت، واعتبريها قصة وانتهت. هل كل زوج خائن معناها زوجته فيها نقص؟
لا مش بالضرورة، لا لا يعني محتاجين كل مرة نجيب قصة ديانة، لا مرات الشخص هو عنده مشكلة، مرات الشخص تكلمنا عنه يكون هو مدمن علاقات، مدمن العلاقات هذا يعني لو جميلة يعني سيدة مو 5 نجوم 7 نجوم، يعني سيدة ما حصلتش، بيروح ويخون، بيروح ويخون في دم الموضوع، يعني هو مدمن علاقات ما يقدر يعيش بدون المخدرات هذه، بدون الـ PEA اللي هي الفينيل أثيل أمين اللي هي الكيمياء اللي تجي في المخ وتخليه هو متورط في هذه القصة. فما المفروض عندنا قصة طويلة، ما المفروض انه المرأة هي تؤنب نفسها او تزعل على نفسها او تقلل من انوثتها او تحس انها هي مش كويسة او مش كاملة او فيها نقص او فيها عيب او 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 عشان زوجها خانها. وايضا العكس، ما المفروض الرجل يشوف انه هو يعني رجل مش جيد عشان هي خانته، لانه مرات هو الشخص يكون مريض او عنده مشكلة. هل الخائن يندم عند خيانته لطرف آخر؟ وإحنا يبغلنا نسوي استفتاء لكل الخونة. يعني شوفي، أنا من 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 فهمي للواقع الناس، غالبية الناس، إنه غالبية الناس باب التأنيب، مشاعر التأنيب عندهم زرها مضغوط. هذا من مخالطتي وسماعي كثير من القصص طوال الوقت، انه الناس يفضلون انهم يعيشون مع هذا الشعور ويشعرون هذا الشعور، يشعرهم بان ضمائرهم حية، لذلك يستمرون يمارسون الاخطاء ثم يؤنبون حتى يشعرون بهذا الشعور. لا لاحظ كيف يلف فيك العقل اللاواعي، انه انا اخطئ حتى اؤنب نفسي حتى اشعر باني حي الضمير، اشعر باني يعني اقدر اجلد نفسي، ضميري حي يعني. وهذه كركبه كلها لخبطه من العقل اللاواعي. لذلك ممكن جدا انه الاشخاص يندمون على خيانتهم، بس ما يعني انهم يتوقفون. يعني ممكن مثلا زوجك قاعد يخونك كل يوم ويشعر بالندم، حرام هي سو كيوت، هي جيدة وما سوت لي شيء، بس بكرة يروح ويخون. ونفس الشيء من جوا يجلد نفسه، يعني ما تبطل القصة. فيصير هذه سارة تقول كيف أعرف إن الرجل خائن؟ والله المرأة المفروض ما تسأل هذا السؤال ولا لا؟ يعني ممكن الرجل يقول كيف أعرف إنه زوجتي تخونني؟ مبرر، بس مرأة تسأل هل زوجي يخونني؟ كيف أعرف إنه يخون؟ يحتاج أمسك الجوال وشيك، يحتاج أفكر رقم سري وتور ودور كيف تفتح الجوال، كيف تكسر الرقم السري، كيف وتحط لك يعني سماعات وتسجيلات وكذا. ما تحتاج المرأة كل هالتعقيد. ما تحتاج عندها يعني جسد مشاعري متطور يعني سنين ضوية عن الرجل، وعندها جسد أثيري متطور سنين ضوية عن الرجل، يعني كذا شمها على قولتهم، شم الخيانة شم. ما يحتاج. يعني أنا تفاجأ إنك تسألين يعني هذا السؤال، على طول تلقطها المرأة، لكن وين النقطة؟ إنها بعد ما تلقطها تشكك في نفسها. لذلك تسأل هذا السؤال، يعني المرأة تلقط الموضوع، تعرف الطاقة السيدة الأخرى موجودة ولا ما هي موجودة؟ واضحة هي تحس هذا زوجها اللي هي تخبره، هاي طاقة زوجها ولا مخلطة بها طاقة ثانية؟ ما يحتاج، فهي تحس، فمجرد ما تحسين إحساسك صح بس يجي الشك، لا ما تأكدت، لا ما أدري إيش، لا ما أعرف، ما شفت شيء. وبالنسبة لي أنا أشوف مو بالضرورة إنه يعني
ما نحتاج ان احنا نزعج انفسنا نشيك وندور ونتابع وندقق وكذا. وفي نفس الوقت ما تقدرين انك انت تواجهين الشخص بخطأ وانت هذا مجرد احساس، وان كان احساسك صادق. لكن احنا في ما زلنا في عالم مادي يتطلب اثباتات وحقائق، ف تعرفين، صدقيني بتعرفين يعني، بس الرجل هو اللي ما راح يعرف. الرجل هو اللي يعني تخونه المرأة وهو في البلورة ولا يدري، ولا يدري ونايم في البلورة، ما يدري عن السالفة للأسف، يعني ما يدري عن السالفة. تكذب نفسها عشان ما تتألم، يصير أو تحس أنها مو جاهزة أو ما تبغى تناقش الموضوع أو موضوع مؤلم، فتقوم لك تخبي الحقيقة. بس على فكرة في فرق ما بين أنه أنا أعرف الحقيقة وما بين أني أنا أقولها وأحطها على الطاولة مع شخص ثاني. يعني مثلا أعرف أنه زوجي خائن، هذا شيء، أناقشه في الموضوع وأحط الموضوع على الطاولة وأتخذ بناء عليه قرارات، هذا شيء ثاني. بس أما أني أنا خادع نفسي أقول لا 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 ما خان، خليني ما أفكر في هذا الموضوع، لا هو خاين وخاين وخاين، بس أنا ما أبغى أناقش الموضوع هذا الآن، ماني مستعدة لاتخاذ أي قرارات تجاه هذا الموضوع، خلاص هو خاين وأنا عارف. على الأقل عشان أعرف الواقع، أعرف وين رجليني، وين أحط رجليني. يقولك والله يعرف. أعرف، يعرف بالأدلة المادية. سوسي تقول زوجي مدمن علاقات وآخر شيء حب وحدة وترك كل العلاقات عشانها، حتى تركتي أخيرا. كم صار لهذا يركض؟ يعني إن شاء الله إنك تكونين لملمتي جروحك، ولا 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 أنت يعني ما زلت يعني تصحين تبكين عشان هذا الرجل. إن شاء الله إنه أنت يعني طبطبتي على نفسك ولقيتي اللي طبطب عليك وخلصتي القصة يعني. لكن إحنا نشوف إنه هو كان في قصة وركض من علاقة لعلاقة من علاقة لعلاقة، لما لقى المرأة اللي خلاص قال أوه أخيرا تنفس الصعداء. وبعد ما ندري إذا كان مدمن علاقات، ما نعرف، ممكن يقلب الموضوع. لكن القصة في الغالب الآن إنها ضغطت زر جديد اللي هو زر المشاعر. إنها ضغطت زر جديد اللي هو زر المشاعر. ولما المرأة تضغط هذا الزر ما في ضمانات في الحياة. بس أبغى أقول لكم إنه الرجل يحتاجها. يعني صعب انه يلقى امرأة تتكرر بهذا الشكل انها تفهمه هو كرجل. ايوه اللي قطع طبعا. هل كل الرجال خاينين يا دكتورة؟ الرجال والنساء. ما انا صار لي ساعة اشرح اقول لك بالفطرة احنا كلنا خونة. لكن فيه عندنا سايد يهذبنا. تالي مين يتهذب بالقانون؟ مين يتهذب بالأخلاق والعقود؟ مين يتهذب بالدين؟ بس هذه القصة كلها. هل خيانة الرجل لزوجته التي أذته أو كسرت كبرياءه ممكن يكون بدافع انتقام أو استرجاع لكبريائه؟ طبعاً، اللي هي المحافظة على حالة الذكورة أو طاقة الذكورة بدون أدنى شك. هذه من أكبر الأسباب. ناقشتها في الكورس. ما هي الخيانة بالنسبة للرجل؟ ترى تعريف الخيانة يختلف عند كل شخص، هو وين عايش، وين موقعه من الإعراب، إيش ثقافته، إيش تفكيره، إيش دينه، إيش يعني كثير أشياء، إيش القانون في البلد اللي هو عايش فيها. يعني في دول مثلاً مثل أوروبا ولا في أمريكا، إنه يعني تجي واحدة تسلم على زوجي، هذا طبيعي كل الناس تسويها، ما راح أحس إنه في أي مشكلة كذا. هذه أعراف على قولتهم، هذه سلوم والعلوم عندهم، تجي وتسلم عليه وكذا، هذه الطريقة. بس لو كنا في السعودية وجت واحدة سلمت عليه بقول في شيء مو طبيعي،
في شيء مو طبيعي. ف يعتمد وين مكانك، ايش معتقدك، ايش يعني ثقافتك، ايش الثقافه اللي موجوده حولك. يعني في زمن كان مثلا النظره الالتفاته لامراه يعني كذا انه يناظرونها كانت اوه شيء كبير. يعني يختلف، في اشخاص مثلا يعتبرون السلام خيانه، الكلام خيانه، في اشخاص يعتبرون التواصل في وسائل التواصل الاجتماعي خيانه، في اشخاص لا يقولك هذا لا كله مو خيانه لما يكون الموضوع والله فيه لقاء جسدي بين الرجل والمراه. فمهم انك انت تعرفين وتصنفين، ومهم انك تتكلمين مع زوجك بعد على هذا التصنيف، عشان بكره ما تلقينا مرس القلب ولا مرس الباقة ورد الوحده بعدين تقولين يا خايب، بعدين يقول لا عادي ما هي خيانه، يعني هاي زميله عمل وارسلت لها قلب او ارسلت لها باقة ورد، اتس اوكي. فناقش الموضوع، يعني اقعدوا مع بعض ناقش الموضوع، وش الخيانه بالنسبه لكم؟ هل خيانه كذا، هل خيانه كذا، هل سلوك هذا خيانه، هذا اي هذا لا. احنا مجتمعنا اسلامي، انا اتحدث ل مسلمين، مسيحيين، ملاحدة، عشان كذا نتكلم بهذه الطريقة. رسالة الخيانة تكلمنا عليها في الكورس، أنصحك بحضور الكورس. رد الخيانة بالخيانة تصير، لكن طبعاً إذا وصلت العلاقة لهذه المرحلة، يعني أنت تعرف إنه إحنا في يعني احنا في مرحلة يعني اخيرة، احنا مش في يعني خلاص بنعاقب وبتنتهي القصة، خلاص يعني احنا في مرحلة كثير متأخرة من العلاقة. كيف اسوي تنظيف بعد علاقة زوجية فاشلة؟ هل تسجيل فيديو يكفي انه ينظف او في طريقة ثانية؟ فيه في الكورس في ملف الخيانة فيه طريقة وضعتها، بحيث انه هل الجروح اللي تنزف وتتالم المراه منها بعد الخيانه كيف انها تضبطها وكيف انها تنظفها وكيف انها تنتبه لنفسها. فاذا كنت مهتمه انصحك بحضور الكورس لانه راح يساعد كثير، لانه شوفوا انه في موضوع على قولتهم في موضوع ملخبط حياتنا، شيء برا احنا تناقشنا عنه وما تناقشنا عنه، وفي جرح داخلي جواتي هذا شيء ثاني. يعني ما يعني مثلا هل انفصل، هل اضارب معاه، هل احط له تسجيل عشان اواجهه فيه، هل كل هذه الاستراتيجيات اللي ممكن تفكر فيها المرأة، هذا شيء، هذا كل كوم. والكوم الثاني انه انا عندي ألم جسدي لمشاعري مكسور وينزف، فأنا أريد المرأة اللي تتألم أنها تركز على هذا الشعور اللي جوا، أنها تنقذ نفسها وتحمي نفسها، لأن هذا هو المهم بالنسبة لي، هذا هو المهم أني أنا أساعدها في اللي جوا، في اللي ينزف، في الألم الداخلي. يعني نغض البصر عن الخيانة إذا هي بالفطرة فينا؟ لا، أنا ما قلت كذا. أنا أقول إنه ما المفروض انها تاخذ هذا الحجم، وما المفروض انها كل مره تسوي هذا السربرايز عند الناس، وما المفروض انها تكون سبايسي من الاف السنوات الى الان هذا الموضوع، ما المفروض انها تكون صادمه للناس، ما المفروض ان يعني نشعر انه اوه انهارت الدنيا عشان صارت خيانة، ما المفروض. لكن هل نغض الطرف؟ لا ما نغض الطرف. وخلينا ما ننسى انه كل شخص عنده اعتبارات في الخيانه، يعني هذا خيانه ولا مو خيانه، هذا خيانه ولا مو خيانه، هذا خيانه ولا مو خيانه، يعني المعاني عند الناس تختلف. ففي شخص يغض الطرف يقول ايه بس هي يعني دردش معاه في الواتساب، هو كذا يشوفها عادي. كيف أرجع الثقة بعد الخيانة وأعيش طبيعية؟
ابتداء ما المفروض انه تنهز ثقتك بنفسك عشان في رجل خانك؟ ما المفروض اني اوصل هاي المرحله؟ المفروض اني انا معده بشكل جيد بحيث انه الخيانه ما تكسرني، لكن خلنا نقول انه انكسرت ثقتي بنفسي، وهل اعيش طبيعيه بعد هذه الخيانه؟ برضو انا اقول ما المفروض ان نعيش بنفس، يعني لما يصير حدث كل شيء يتغير. ليش احنا نبغى نكون زي ما كنا اصلا؟ ليش لما تقول والله انا الان دخلت المتوسطه، كنت في الابتدائي، هل المفروض اني اعيش بشكل طبيعي زي اول؟ اقول لا، انت الان في المتوسطه. طيب دخلت الثانية، طيب الان انا في الجامعه، هل المفروض يعني اني اتصرف زي ما كنت؟ اقول لا، انت الان في الجامعه، الموضوع مختلف تماما. فكل حدث في حياتك راح يغيرك، ولازم تتغير بناء. ولا وش فايدة الأحداث؟ وش فايدة الأحداث؟ إنه إحنا قاعدين نشوف نتفرج على الأحداث وقاعدين في بلورة الحياة. أوكي عادي. أنا زي ما أنا. لا، وش الفايدة؟ أحداث جاية عشان تطورنا، عشان تغيرنا، عشان ترفع مستوانا. لذلك نقول دائما ما هي رسالة الخيانة؟ لازم نعرف رسالة الخيانة. لازم اتطور، لازم اتغير. لا، انا مو انا، اكيد مؤكد انت بعد الحدث الخيانه مو نفس ما انت قبل، ولا تحاولين اصلا تكونين نفس ما انت. لا تحاولين تقولي عشان يعني ان رجعنا الامور الى مجاريها. لا، ما راح ترجع الامور الى مجاريها، خلاص المجاري تغيرت. كان المجرى كذا، صار المجرى كذا، انتهت القصه. لابد اني انا ابني قصه جديده اذا اردت اني انا اكمل مع هذا الرجل او اكمل هذه القصه. أبني قصة جديدة تناسب الأحداث الجديدة، ما عادت القصة نفسها. ما عاد الآن عندك معطيات مختلفة، لابد تفكرين وفق المعطيات اللي عندك. هل ممكن إنها ترجع العلاقة بعد خيانة الزوج؟ أنت الآن تسأليني، تقولين لي هل في سيدات استمرت علاقاتهم وزوجاتهم بعد خيانة رجالهم لهم؟ ها سؤالك انت تساليني، يعني انه هل ممكن على ارض الواقع في سيدات يعني خانوهم رجالهم والعلاقه استمرت بعد الخيانه؟ يعني هذا هو سؤالك. احب اقول لك وبالفم المليان نعم، كثير من السيدات ايضا والرجال تحصل خيانات ويكملون علاقه. هذا اللي قاعد يصير. لذلك هذا هو السؤال اللي أنا بدأت فيه. ليش الناس مسوين الموضوع قصة كبيرة وانتي ماشية عليك الحسبة على قولتهم، اللي تعرفين ولا ما تعرفين، يعني بأعداد لا تتخيلينها. تقولين هل هذا موجود؟ أقول لك موجود. هل هذا صح ولا غلط؟ مين يحدد من الصح من الغلط؟ مين اللي يحدد الصح من الغلط؟ اللي يحدد الصح من الغلط هو الشخص اللي جوا العلاقة. الرجل والمرأة اللي هم جوا هذه العلاقة وعاشوها بألمها وبتأنيبها وبمطباتها وبلخبطتها وبفوضى الطاقة اللي فيها، هم اللي يحددون هل هذا الخيار صح إنه إحنا نكمل، ولا هذا الخيار غلط احنا ما نقدر نكمل، احنا ما نقدر اصلا نستمر مع بعض. طيب تقول لك دخل سليمان قست بنسفع سالمته، وشو هذا؟ وشو سليمان دخله قست؟ بتقول لي رمشك طاير. يا جماعه تشتيت، ماني شايفه. الحل مع الشخص مدمن العلاقات انه هو الحل معاه انه هو يقرر انه يتغير. مرحبا سليمان. هلا والله دكتوره، كيف الحال؟ خير وعافيه، الله يحييك. شباب مساء الخير على الجميع، يعطيكم الصحه والعافيه. الله يحييك. يقولون عندك سالفه مهمه.
والله عندي سالفة مهمة دكتورة، يعني هو يعني ما أدري أنت راسة الرجال يعني على قولك القايل ثخنتيها على الرجال. تحس انكم مضغوطين؟ مضغوطين، لأن أنا بقول لك شغلة، اي والبنات عارفين يعني أنت بحسب كلامك تقولين أن إذا صارت خيانة خلاص تدمرت العلاقة، صح؟ في ناس يدمرونها وفي ناس يكملونها. أوكي، سؤال أمام الجميع، اي الأفضل يكملونها ولا يخربونها؟ على حسب، لانه في دكتور، احد يتحمل وفي احد ما يتحمل يا سليمان. يا دكتورة، في شخص دكتورة يتحمل معلش، انه زوجته خائنه، في رجل يتحمل هل وفي رجل ما يوجد، يتحمل. طيب هل يوجد على الرجل، وإذا كان على العكس؟ كلهم، بس انا عشان ابغاك تفهم الكلام اللي اقصده، اني انا ماني ضد احد، بس تخيل الرجل عنده امراه خوانه، بيتحمل؟ يمكن أكيد لا. يتحمل ويكمل، ما يتحمل خلاص يقول لها وإذا باي باي. العكس تتحمل ليش؟ شلون؟ وإذا العكس نفس تتحمل الشيء المرأة؟ لا نفس لا، الشيء. انت قصدك انه الواقع النساء يتحملون اكثر؟ إيه، لأن يعني المرأة تتحمل أكثر. ليش دكتورة؟ أنا أقول لك ليش. ليش؟ المرأة يعني حتى لو خان الرجل بشكل عام، خلي يعني يعتبر نفسه طير يطير ويرجع على عشة ثاني مرة. أنا ليه؟ أتكلم للبنات اللي يعني البعض منهم إذا رجعت للبيت مطلقة أو مفصولة من زوجها، أو سواء أوروبا أمريكا الشرق الأوسط أي أحد، ايه المرأة الصحيح أنها تحافظ على مملكتها. هي ولا الرجال؟ المرأة هي، لأن المملكة من هي أساسها؟ المرأة في البيت، صح؟ حتى لو كانت موظفة أو اللي هو، هذه مملكتها الخاصة. ايه وبنفس الوقت في أسئلة صارت تقولون أن ليش الرجل يخون؟ الحين أنا بتكلم قدامك وقدام الناس، الحين ما في بنات تقولوا طفشت من عنده خلاص يا أخي، روح لربعك، روح استراحة، روح لأي وين، صح؟ قصدك المرأة تقول للرجل طفشت منك؟ نعم، أنا أوكي. مقابل وجهها 24 ساعة، لازم في أبديت يصير، ولا أنا غلطان يا دكتورة؟ يعني في ناس عندهم ملل في الحياة الزوجية، صح؟ لا لا، انتبهي، هذه غريزة في الإنسان سواء في المرأة ولا في الرجل، يعني حتى لو كان يحبها وشيء، بس المقابل يعني نهايته في طفش يصير. ايه مثل هذا ميزان دكتورة، مثل السعادة، إذا حنا سعيدين كل يوم كل يوم كل يوم، ما راح نحس بطعم السعادة، ولا أنا غلطان؟ لا بس ابغى افهم الفكره، يعني قصدك انه المراه تمل من الرجل فهي تقول خلاص يعني فكني من شوفتك، ابغاك تطلع من البيت، هو لما يطلع يصير عنده مجال للخيانه، قصدك كذا؟ لا مو قصدي كذا، ها وش قصدك؟ أنا قصدي أوجه رسالة للمرأة ايه وللرجل أن اوكي يا جماعة أعطوا نفسكم أبديت، يعني عارفة أن مو المقابل 24 ساعة هذا إثبات للحب ولا إلخ إلخ إلخ، اوكي تقوية للعلاقة الزوجية، خليني أقول كانوا اجازه، يعني عندهم اجازه. 100%. دكتورة أنت الحين لو أنا يعني بتقابلين حاجة كل يوم، ما راح تطفشين منها؟ أنت كشخصيا ايه راح تطفشين، فهمت فهمتك يعني؟ فكره. بس دكتورة أنا أتمنى يعني في بنات يتابعونك كثير، وأنت دكتورة، ايه وإن شاء الله ما في أحد عنده كسور، سواء حنا ولا أنت ولا الناس اللي قاعد تتابع، في بنات كثير ياخذون بكلامك، صحيح يصير يتنطرون أي خطأ، يمسحون العلاقة، في أطفال، في دنيا، يمحون هالدنيا هذه كلها، وبعدين ايه
فهمتي علي؟ فهمتك. فأنا أتمنى الرسالة اللي توصلينها للجميع، يعني أنا بصراحة هسه حزت في، وصلها، يسمعونك البنات، انصحهم لا أنا يمكن ما انصحهم. يسمعون من عندي دكتورة. ها انت تبغاني انا اقول اللي انت تبغاه؟ إي لأن أنت يعني شفت اللي، بنات انتبهوا، أي خطأ يصير دمروا العلاقة، دمروا بصي البيت. عاد تقوم شيء. ما يصير. ايه بس انا متى قلت هالكلام؟ في بنت سألتك قالت لك دكتورة يعني من أول خطأ إنه خلاص، يعني هل حنا نسامح ولا نكمل العلاقة ولا لا؟ ايه قلتي قلتها على بصي عاد حسب. تقوم شيء. لا أنت قلتي على حسب، ايه بس قلت على حسب. ايه إيه بس أنت اللي شو أقول لك، اللي تأكدين عليه إنه خلاص ما أتوقع ما راح ترجع مثل أول. صح، يمكن تطلع احسن من اول. انت توك تقولين الحين يمكن تطلع احسن من اول. لا انا اقصد انه الخطوط تختلف، خلاص كانت كذا صارت كذا، ما هي نفس اول. دكتورة معلش بالسؤال، بشكل عام ترى ما في انسان كامل، سواء مرأة صحيح ولا رجل، اكيد بيكون في اخطاء، يكون في دروبات، وترى بعض الاخطاء واثبتت الدراسة ايه انها تقوي العلاقة الزوجية. ما ادري عاد انت ابخس يعني، عجيب. ليه ما فيها الدراسة صارت؟ انا الان سمعتها منك. طيب اوكي، اذا معك جوال ثاني الشيخ جوجل موجود من قريب، اسالي ايه قولي يعني ايعقل ان ما، يعني الحين بشكل عام يقول يعني لك انت كأنك يا سليمان تأيد الخيانة، تقول ما يخالف الخيانة تغير الحياة الزوجية وتسوي يعني جو، يا يعني هو خطأ دكتورة. خطأ يعني اتس اوكي، يعني كأنك يعني كذا تأيد. لا شوفي، انا حفاظا، انتبهي، حفاظا على البيوت انها ما تتهدم ايه بصراحة. ايه شوف كنا معاجبة الكلام. اي طيب ايه لا عاد بس قولي اني بس اني مهتمه اني اعرف يعني وجهه نظرك، يعني تحس انه وجهة الخطا مثل نظري الخيانه دكتورة، يعني. معلش وجهة نظري، تدرين من هو اللي راح يتضرر بهذه السالفة؟ مين؟ الأطفال. إذا كان بينهم أطفال، يعني بيعيشون ما بين مد وجزر بين الأب والأم وقضايا ومحاكم، خلاص الرجال أخطأ، لا حول ولا قوة. صحيح، أو مثلا المرأة أخطأت خلاص خاينة، وش نسوي لا على الشكل لا هذا؟ لا لا لا، ها المرأة لا غير، أفا ليش يا سليمان؟ المرأة غيري دكتورة. أفا ما توقعتها منك والله، بقول لك ليش؟ يلا عطنا المبرر. المبرر، ان المرأة يعني الحين حنا شرق اوسط، اتركي كبدو ولا حضر، ولكن حنا تفكيرنا عربي اسلامي خلينا نقول، ولا انت تقولين يتابعوني من جميع الطوائف. صحيح لو تسألين مو يهودي، لو واحد يعبد شجرة تقولي له انت تخون عادي ولا لا؟ يقول يلا ها عادي. بس الانثى تخونك عادي؟ يقول لا. ليش؟ ليش انا اسالك ليش؟ لان المرأة هي المملكة، هي الاساس للرجل. يعني شلون بقول لك، هي العمود الفقري للعالم هذا كله. عجيب. نعم، فهي اللي لازم الكل يرجع لهذه المرأة، إن كانت أم، طبعا الأم شيء ثاني، ولكن خلينا نتكلم على زوج وزوجة، إن هي اللي تكون الأساس، الرجل يرجع لها، الأبناء، الأطفال إلى آخره. طيب خلني اقول عدل لك رايي يا سليمان، ايش رايك؟ تسمعني ها؟ اتفضلي. شرفتني ما قصرت. الله يسعدك، تحياتي لك، وتشرفت في الجميع يعني بشكل عام. شكرا على مداخلتك. الله يخليك، ما قصرت. مع السلامة. مع السلامة.
كيف مو راضي عندي يسكر يا اسلام؟ والله مو راضي يقفل اللايف، ولكن انا بسكره. ليش؟ جرب يمكن لأن... لا لا لان زاد عدد المتابعين عندك ضرب 1000 زياده، ف ماسكه بالسوالف. ما شاء الله، انا انصحك تفتح انستغرام لايف وتعطي نصائح للسيدات الخائنات. اعطي نصائح للسيدات الخائنات؟ ايه يا ويلهم مني. ايه افتح انستغرام لايف وعطهم نصائح. انا ما يحتاج افتح انستغرام طال عمرك. ليش؟ انا صوتي واصل خلقه يعني بشكل عام. ما شاء الله. هي مو ثقه بالنفس، ولكن يعني بيني وبينك الصح صح والخطا إيه. خطا. والله يا دكتوره يمكن عندك الامور واضحه، بس في ناس يعني تعرف ما هو كل الناس امورهم واضحه. بس والله دكتوره شوفي، انا بشكل عام يمكن هذه ثاني قست انا ادخل معاك، يمكن واحد قبل سنه اذا ماني غلطان. اي صحيح اتذكر. إيه. عرفتي؟ لان يعني البنات، في بنات فعلا ياخذون بكلامك. ارجع واقول لك زين، بما انك انت الدكتوره المعروفه اللي مش اقول لك على وزن تسوين دورات، تسوي تنظيف الى اخره، ولكن اذا هم يبون يحطون ثقلهم على هذه المشكله، يعني على قولة اخواننا اهل الشام، صغرها بتصغر كبرها بتكبر. ايه الحين على طاري شو اسمه، على الشيطان، الاخطاء اللي تصير بين الزوج والزوجه، المشاكل اللي تمتن العلاقه، يقول لك الطريق يعني اللي جاي سيده ما يجعل واحد يكون ماهر بالحياه. ما بين ضغوطات حياه، ضغوطات ماديه الى اخره، يطلع الشخص تفكيره يتطور. افضل، يتطور. أي. فهذه المشاكل يا جماعه صايره صايره، يعني مستحيل انك اليوم وناسه وضحك شهر بالكثير الناس راح تنتحر. وين احنا قصدك الان في 2020 ولا؟ لا 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 لا، من يوم الدنيا دنيا الى الدقيقه هذه، الله سبحانه وتعالى حط ميزان في هذا الكون، سبحان الله، سعاده وحزن. الحين تقنعيني دكتورة، أنا يمكن والله الحمد أكثر واحد مستانس وأضحك، بس هل أن كل حياتي سعادة وناسة؟ أكيد لا. ولا أنا غلطان؟ لا كلامك سليم. دكتورة أنا تدرين شنو اللي بس أنا الحين أبغى أكمل اللايف، ما قدرت أسكر. عادي ما في مشكلة، وين المشكلة؟ قاعد يزيد العدد عندك. وقتي خلص يعني خلاص. زين لحظة دكتورة، هل أنت بخيلة تبخلين على متابعينك والبنات اللي ينتظرونك أنك تحطين ساعة؟ عادي لو زودتي ربع ساعة نص ساعة، يمكن عندك أشغال يمكن، ولكن هم سعيدين. أنت الآن قاعدة ترسمين ابتسامة، شوفي اللي قاعدين يضحكون، هم مبسوطين عشانك، يعني يبغونك تفتح انستغرام لايف وتعطيهم نصائح. خلاص انا بطلع، يمكن عندك شغل، وتشرفت في الجميع. شرفتني. وفي امان الله طال عمرك. يلا الله يحفظك. ابى اطفي التليفون اذا علق مره واحده، والله بطفي. يلا خلينا نجرب. يلا. لا ما ضاع ابدا، ما ضاع وقتنا، بس انا عندي تعليق. سليمان شكرا على مداخلتك، شكرا على كلامك. بالعكس انا اعتبر انه سليمان قال نقطه كثير مهمه، اثرت الحوار، وهو تكلم عن يعني لما قارنا، انا اعتقد هذه كثير مهمه، يعني واحنا خصوصا ان احنا في شهر نتكلم فيه عن اسرار الرجل، نتكلم عن كيف يفكر الرجل، وشفنا نموذج مباشر يعني كيف سليمان مثلا يقول لك المرأة يعني هي هذه مملكتها، المرأة هي العمود الفقري، المرأة هي يعني شوف انه المرأة مهمة، بس لما جينا مثلا موضوع الخيانة يقول لك لا لا، خيانة المرأة غير، لا لا، إذا الرجال أخطأ أوكي خلاص نمشي الموضوع، إذا المرأة أخطأت أو سوت خيانة لا غير،
غير. طبعا عنده مبررات، وترى على فكره سليمان نموذج لرجل عربي، عنده كل المبررات اللي يعني تبرر انه المراه عندي لها معتقدات معينه، عندي لها مفاهيم كذا. هو الدرس كذا، هو الدرس سليمان نموذج لملايين الرجال اللي تدرسوا بهذه الطريقه، كلهم تعلموا هذا الشيء. ما اعرف متى تجي اللحظه اللي ممكن الرجل يفهم فيها الموجه اللي هو دخلها او البلوره اللي هو دخلها وتورط فيها. لكن انا اشكر سليمان انه هو داخل معانا اليوم، على الاقل هو حقيقي وهو صريح، هو قال اللي عنده بوضوح، وخلانا نشوف كيف معتقدات الرجال تجاه خيانة المرأة. يعني حتى سليمان يعني يتكلم عن الخيانة كأنها فقط خيانة الرجل، كأنه خيانة المرأة أصلا مش موجودة أو مش متوقعة، كأنها خلاص يعني ما في امرأة تخون أو شيء كأنه غير موجود. فلما أصريت عليه لا، وإذا كانت خيانة يقول لا، خيانة المرأة غير. فشكرا لمداخلتك سليمان، ما قصرت، واعتقد ان اليوم كثير اخذنا معلومات وشفنا كثير حقائق. اتمنى انه تكونوا استفدتوا من جلستنا اليوم واستمتعتوا. اذكركم عندنا 3 كورسات لهذا الشهر، كورس ملف الخيانه، فن الغوايه، وعندنا أسرار الحياة السرية للرجل. وما شاء الله اليوم سليمان أعطانا نموذج لطريقة تفكير الرجل، كيف يفكر، كيف ينظر للأمور. شكراً للايكات، شكراً للقلوب، شكراً للكلام الجميل. تصبحون على حب.